في أبو ظبي أطلقت فعاليات قمة بيروت إنستيتيوت بنسختها الثالثة في مؤتمر صحفي بمشاركة عضو مجلس الإدارة الأمير تركي الفيصل والرئيسة المؤسسة الدكتورة راغدة درغام لتشكل أولويات العقد المقبل وما يحمله من فرص وتحديات تنتظر المنطقة العربية محور القمة. تشارك في قمة بيروت إنستيتيوت في أبو ظبي بنسختها الثالثة شخصيات عالمية مرموقة رائدة في الفكر وفي التفكير الاستراتيجي من الولايات المتحدة، من روسيا، من الصين، من أوروبا، من المنطقة العربية. لدينا 160 متحدثا في هذه القمة، يعني الموضوع شامل ويتعمق في ماذا هي التحديات، ولكن يتطلع إلى كيفية إيجاد الحلول بطريقة بناءة.